اتفضل كده. هطلع لزميلي محمد توفيق من ارض الملعب ولقاء مع نجمنا الكبير المدير الفني الرائع الكفر كابتن محمد مصلحي. لك الكلمه زميلي محمد توفيق. محمد كابتن خالد، برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وكل مشاهديك ومتابعيك على قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني يوم جديد وانتصار جديد لملوك الصلاة وملوك كرة الطائرة في مصر، فريق النادي الأهلي والفوز بالدوري للعام الثاني على التوالي والثلاثية للعام الثاني على التوالي، ومعنا يعني زي ما بنقول نجم الإنجاز كابتن محمد مصلحي مدير الفني للفريق. يعني ألف مبروك كابتن الدوري للعام الثاني على التوالي. أيوة والثلاثية. الحمد لله رب العالمين. موسم صعب جدا واللعيبه كانوا اكتر من رجاله معايا والجهاز الفني وكل حاجه، قدرنا ان احنا نحقق للتاني سنه على التوالي انجاز كبير جدا ان احنا نكسب بدون ولا هزيمه. الحمد لله رب العالمين. يعني زي ما نقول تحقيق انجاز صعب، تحقيق انجاز صعب لكن الحفاظ عليه اصعب. حضرتك للعام الثاني على التوالي بسم الله ما شاء الله الثلاثيه، ويعني 84 مباراه بدون هزيمه، يعني تقولي على الانجازات دي واللعيبه الرجاله النهارده يمكن سبعه في الملعب هم اللي سلام مش مصابين وكابتن عبد الله بس. والله الحمد لله انا زي ما انت قلت كده موسمين كانوا صعبين جدا، كانوا سبعه في الملعب هم اللي عندي، الباقي كله يا عيان يا اما مصاب. الحمد لله كانوا رجاله في الملعب وقدرنا نحقق موسمين بدون هزيمه، دي صعب على فكره جدا يعني. بس اللعيبه تستحق، رجاله 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 وما قصروش معايا هم والجهاز الفني، بشكرهم جدا على الموسمين اللي فاتوا دول بالذات. محمد كان صعبت المهم على كل الاجيال اللي جايه انهم يحققوا نفس الانجازات، يمكن الكره الطايره بسم الله ما شاء الله خلال الاعوام الماضيه يعني حاجه يعني بجد تفرح، حاجه تحسب للعيبه قبلنا والله ولا اي حاجه. والكره الطايره الحمد لله بخير في مصر، يعني الحمد لله احنا يمكن خدنا في تحت في الناشئين خدنا واخدين بطوله جمهوريه 15 سنه و17 سنه في الطريق و19 سنه كسبنا الزمالك، فالحمد لله رب والله العظيم الكره الطايره بخير في النادي الاهلي ويا رب مزيد من الانتصارات باذن الله. يعني اللي جاي شايفه ازاي وتبقى ليه بالجمهور النادي الاهلي بعد الانجازات الكبيره اللي بتعملوها دي، تبقى لهم بايه في اللي جاي؟ هم مستنيين منكم كتير. والله يعني اطمنهم الحمد لله ان قوام الفرقه، قوام الفرقه زي ما هو السنه الجايه باذن الله، وان شاء الله نقدر نحقق احلامهم بالفوز طبعا بالثلاثيه دوري وكاس افريقيا ان شاء الله، واذا كان في النصيب وكملت يعني ان شاء الله مع الفرقه ان شاء الله هطلب برضو بطوله افريقيا ان احنا ننظمها ليه لا، وان شاء الله نقدر نحقق ثلاثيه ثانيه ان شاء الله ثالثه. شكرا كابتن في التوفيق اللي جاي ان شاء الله. يعني كابتن خالد ده كان لقاء مع كابتن محمد مصلحي المدير الفني فريق معانا.